مساكم الله بالخير مشاهدينا، واليوم احنا من فعالية اكسبو اللي هو اليوم الرابع تقريبا ولا الثالث حاليا؟ اليوم الثالث. مش كذا باجي عليكم بعد؟ لا اليوم الرابع وباقي يوم الخميس اخر يوم. يوم الخميس ان شاء الله باذن الله اخر يوم، وطبعا في جمهور كثير جايين مشاركين في الفعالية، ومعانا استاذ يعني تعرف المشاهدين عليه؟ اخوكم علي محسن حسين الجعفر، عضو فرع الاكسبو عرفي أبوام وسفن وصناديق البيت وبيبان. يعطيك العافية. بغينا نسألك يطول لي عمرك، المهنة من متى احترفتها؟ وكانت من الطفولة ولا هي موهبة موجودة ولا تعلمتها في معهد؟ لا هذه موهبة طبعا من الصغر، عمري 15 سنة. عمر كله. أيوة صار لي تقريبا حاليا 40 سنة. عمر كله. الله يسلمك. دائما يعني بلش فيه لحد الآن الحمد لله، ويعطيكم العافية. شاركت فيها في معارض ولا بس في فريق اكسبو؟ متى انتسبت حق الفريق؟ انتسبت حق الفريق صار لي 3 سنوات طبعا، وشاركت جميع المعارض، هي عرض المعارض ومدارس ومقاعد احمد العدواني، وعندك في الفنادق بعد والوزارات جميعها مع الجامعات كلها. يعطيك العافية وما قصرت. طبعا هذه الأبوام كاهم، هذه المراحل بداية، هاي المرحلة البداية يكون عندكم المرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة لما تطلع بها النتيجة، لما توصل لهذه المرحلة الأخيرة. يعطيك العافية أستاذ الفاضل، وكنا معاكم من قناة غويا تي في للتبادل الثقافي العربي البلجيكي. شكرا لكم للمتابعة. شكرا لكم.